هنبدأ النهاردة حلقتنا الحقيقة بجملة شهيرة ومميزة جدا جاءت على لسان الملكة الأكثر شهرة وقوة وسلطة، وهي الملكة إليزابيث الثانية، وهي جملة: الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحب. النهاردة العالم كله بيحزن وهو بيودع جثمان الملكة إليزابيث الثانية بكل الحب، بيلقي عليها السلامات والتحيات والورود والأزهار الأخيرة في مراسم جنازتها الكبيرة الضخمة الملكية المقامة حاليا في بريطانيا، واللي العالم كله الحقيقة بيتابعها على مختلف الشاشات. النهاردة يمكن لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر الناس كلها بتتفرج على مراسم هذه الجنازة بحضور رؤساء الدول، ملوك وأمراء ورؤساء الوزراء من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ما يقرب من 1 مليون شخص وأكثر من 6000 عسكري بيصطفون في شوارع لندن علشان يلقوا نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية التي اعتلت عرش البلاد من 70 سنة. النهاردة اليوم بدأ بنقل عرش الملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة ويست مينستر أبي، وبعد وصول الملك تشارلز الثالث للقاعة ووصول طبعا أفراد العائلة الملكية إلى قاعة ويست مينستر أبي اللي تم تشييدها من 900 سنة، زي ما شفنا مع حضراتكم التنظيم غير معقول، يعني حاجة الحقيقة تاخد العقل، الالتزام، النظام، الموسيقى التي تم لعبها، الورود وتنسيق الورود، الكلمات التي تم كمان إلقائها، ويقال كمان يا رضوى إن تفاصيل كتيرة جدا كانت الملكة إليزابيث الثانية الراحلة هي اللي كانت وضعت تفاصيل جنازتها من الموسيقى لاختيار الورود إلى انتقال النعش من مكان إلى الآخر. فالحقيقة مظهر ومنظر مهيب، أعتقد جداً. إن إحنا ولا التاريخ شافه قبل كده فعلاً. ولا أعتقد إن التاريخ هيكرره مرة تانية. فعلا دي حقيقة، يعني هي فعلا جنازة يمكن تاريخية، جنازة ملكية مهيبة شفناها كلنا وتابعناها، وطبعا يعني مستمرة. الحقيقة انه فعلا النظام، الترتيب، كل حاجة كانت واضح انها منظمة مرتبة بشكل كبير جدا. الجنازة نهايتها هتكون بدقيقتين صمت، ويليها عرض النشيد الوطني، وطبعا اصطفاف وحدات من القوات المسلحة، وبعد كده هيتم نقل النعش لويلينغتون آرتش، وكمان يعني هيتم بعد كده نقلها لوينتسور في طريق يعني طوله حوالي 5 كيلو. واحنا يمكن شفنا المشهد ده في كمان إلقاء الورود من جانب طبعا أفراد الشعب اللي بيتابعوا الموكب وسيره، وبعد كده هيتم دفن الملكة بجانب زوجها الأمير فيليب في مراسم هيحضرها طبعا الأسرة الملكية والملك تشارلز الثالث. جنازة فعلا منظمة قوي وتاريخية، مهيبة، مؤثرة جدا. طبعا احنا الصورة شايفينها مع حضراتكم، دي صور على الهواء مباشرة، وهو نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من ويلينغتون آرتش إلى قصر وينسر. في هذا المكان زي ما رضوى قالت هيكون في مراسم جنائزية أو قداس عائلي خاص جدا، هيحضروا فقط أفراد العائلة الملكة. عارفة يا رضوى برضو من الحاجات اللي أنا لفتت انتباهي جدا هي فكرة ايه؟ فكرة ان انت بتطوي صفحة من التاريخ وبتفتحي صفحة تانية. صحيح. واعتقد ده برضو كانت رسالة مقصودة، ان يكون مش احفادها، ولاد احفادها. أيوة. يكونوا حاضرين، فهي دي كمان رسالة الى العالم، اللي هو جيل بينتقل الى جيل اخر. استمرارية. يعني استمرارية بالظبط، برافو عليكي. فدي برضو من الرسائل اللي اعتقد انها كانت قوية جدا وكانت مقصودة جداً. اللي هو نوع من انواع، يعني احنا بقالنا يمكن اكتر من 11 يوم منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية. النهاردة يمكن خلاص، كان الاول كان فيه لحظات حزن وفي بكاء، بنشوف من افراد الشعب العادي حتى بيكون رحيل الملكه وبيفتكروا ذكرياتهم معاها، سواء اللي كانوا جيرانها في وينسر او حتى الناس اللي كانوا بيحتفلوا معاها بالاعياد والمناسبات الوطنيه المختلفه الملكيه المختلفه. ولكن هي فكره ان هم اتأهبوا نفسيا وعاطفيا ان احنا خلاص احنا بنودع ملكة ونستقبل ملك جديد. فيمكن حتى لما كنا بنشوف الملك تشارلز الثالث لما نزل وابتدى يقابل افراد الشعب، كان ما بقتش المراسم فيها الحزن، لمسة الحزن اللي احنا كنا مستشعرينها في الاول. صح. كانوا خلاص بنرحب بيه وبنستقبله بقى استقبال ملوكي، زي يعني. أيوة. زجاج القول يعني.
واختلفت النغمة. النهاردة يمكن صباحا لا رجعنا تاني للحتة الحزينة. مش كده برضو هي المراسم كمان أعتقد يا جيسي هي اللي يعني خلت الجو بقى كده يعني. المراسم طبعا الخاصة بالجنازة والتنظيم اللي فيها وشكلها وشكل نقل النعش من مكان لمكان أعتقد برضو هو ده اللي ضاف طابع الحزن على اليوم يعني. صحيح صحيح. يمكن برضو من الحاجات اللي كانت ظريفة وكانت برضو أعتقد ناس كتيرة تكون لحظتها إن كل حد كان يعني في لحظة ترقب كده الملك تشارلز الثالث هيكون إزاي، لأن إحنا دايما كنا متعودين نشوفه في يعني أدوار تطوعية. صحيح. حب للطبيعة للعمل العام. ولكن اختلف دوره، فهو كمان كان حريص جدا منذ أول لحظة أنه هو بيطل فيها على طبعا بقى على العالم طبعا. في منصبه الجديد أنه هو طبعا وجه رسالة شكر وتحية لوالدته الملكة إليزابيث، والحب عبر عن حبه وامتنانه أنه هو هيكون طبعا هيكمل هذه المهام اللي هي بدأتها من 70 سنة. ولكن كمان كان حريص النهاردة الحقيقة أنه هو صباح اليوم أنه هو يوجه رسالة للشعب الإنجليزي والعالم كله. كل حد كان حريص أنه هو ياخد من وقته من مختلف أنحاء العالم ويروح ويقف بالساعات الطويلة. صحيح. زي ما حضراتكم يمكن شفتم وتابعتم يعني ساعات طويلة جدا في البرد، مش بيأكلوا مش بيشربوا، ولكن مصطفين في يعني طوابير امتدت يمكن أكتر من 12 يمكن 18 ساعة لمجرد أن هم يلقوا نظرة الوداع على الملكة إليزابيث الثانية. بالضبط. وأنا لفت نظري الأمير ويليام برضو الحقيقة من أول يعني الإعلان عن وفاة الملكة وهو خلاص بقى بيتصرف ولي العهد. فيعني برضو دي كانت حاجة اللي هي فكرة الأدوار يعني يمكن خلاص هي دورها انتهى وودعناها فغيرها بقى يتسلم يعني أدواره ويقوم بيها أو كده زي ما شفنا وزي ما انت قلتي طبعا يا جيسي برضو الملك تشارلز الثالث يعني خلاص غير دوره الاستمرارية. ولكن أعتقد هتفضل دايما العائلة الملكية البريطانية دائما هتفضل في بؤرة الأضواء. صحيح. لأن طبعا زي ما يمكن برضو يمكن ما شفتي برضو النهاردة بصي يعني بصي يا رضوى الصور غير معقولة طبعاً. كم من الناس المصطفين على جوانب الشوارع غير معقولة يعني والالتزام. أنا الحقيقة منبهرة بالالتزام اللي هو يعني يوريكي كم التحضر والرقي والإنسانية كمان والارتباط الحقيقي العاطفي، مش بس لان هي كانت على يعني طبعا الملكه بتاعتهم ولكن لا على المستوى الانساني يعني اكيد اصلي يعني ده حدث هم لو ما فيش الجانب الانساني ده مش موجود ما كانوش هيبقوا موجودين ويستنوا بالساعات ويستنوا لحد ما يشوفوا الموكب وهو بينتقل من مكان لمكان ويلقوا الورود. انا حتى ملاحظه ان في نظام في الورد وهو بيتم يعني القائه عليها مش بشكل عشوائي كده. فلا يعني شيء جميل شيء جميل ومتحضر ومنظم جدا جدا الحقيقه. وهي جنازه ملكيه تاريخيه فعلا. صحيح تاريخيه. وزي ما قلت لك يعني اشك جدا ان احنا ممكن نشهد مثل هذه الجنازه مره ثانيه بالحجم ده بالضخامه دي برضو اعتقد ليه؟ لان برضو لا نستقل بسبعين سنه يعني. صح. الملكه اليزابيث كانت ملكه على بريطانيا 70 سنة. يعني مش 10 ولا 15 ولا 20 سنه. والاخر لحظه جيل ولا جيل كانوا مرتبطين بيها يعني. بالظبط. والاخر لحظه كمان كانت قويه يعني ما لاحظناش غيابها عن المشهد. لا بالعكس ده يعني لغايه قبل ما تتوفى بيومين هي اللي قابلت رئيسه الوزراء الجديده ليز تراس وكانت واقفه في كامل اناقتها وابتسامتها الجميله وشكلها المشرق. فحتى اعتقد الناس ما كانتش متوقعه ان النهايه ممكن تكون قريبه للدرجه دي ان هم يوصلوا للحظه اللي هم بيطفوا فيها صفحه ويفتحوا صفحه جديده ويودعوا فيها ملكه كانوا يصبحوا ويناموا على وجودها. بالظبط كده هو. صحيح بالظبط. يعني طبعا يعني بنتابع اكيد مع حضراتكم على شاشات المراسم الخاصه بالجنازه المختلفه فعلا اللي احنا يعني شفناها النهارده. حقيقي فعلا كانت صفحه واتقفلت ولكن هتفضل الملكه اليزابيث الثانيه هي الاكثر شهره وقوه ويعني صفحه
طويله في التاريخ. مش عارفه من حاجات رؤساء كتير قوي بالتاكيد رؤساء كتير ورؤساء وزراء. عارفه برضو من الحاجات المشاهد الواحد كان بيقف عندها النهارده وهم داخلين كل بقى لرؤساء الدول والامراء والملوك اللي داخلين بقى وستمنستر ابي، كان في موكب، كان موكب داخل اللي هم اعتقد الحاملي الاوسمه. في دخلت الرئيس الامريكي جو بايدن وزوجته. الرئيس الامريكي جو بايدن وزوجته فضلوا واقفين لغايه ما هذا الموكب اللي هم الحاملي الميداليات والاوسمه لغايه ما هم دخلوا وبعدين دخل. يعني مش فكره بقى لا ده انا رئيس عارفه امريكا ولازم ادخل، لا خالص، كله ملتزم، كله بيحافظ على النظام وبيلتزم بيه وبكل احترام. الحقيقه كانت مشاهد كلها اكثر من رائعه. يعني قبل ما نطلع على الهواء كنت لسه بقول برضو لزمايلنا الحقيقه رضوى كانه فيلم بيتم اخراجه فعلا. يعني عارفه بقى لما تبتدي تتفرجي عليه من الناحيه التقنيه وكده، التصوير والاخراج غير معقول، الكاميرات غير معقوله فعلا. شطات اللي بتتاخد كمان رائعه روعه. وكمان برضو انا لفت نظري انه التعليق حتى مش طول الوقت، يعني التعليق الصوتي مش موجود طول الوقت، فده علشان يدينا الاحساس ان احنا فعلا بنتفرج على جنازه ونقدر نستشعر كده بالحظوظ. ما كانش تعليق صوتي عادي، لان هم الحقيقه كانوا، هو كان سرد للتاريخ، يعني هو ربط للتاريخ منذ جورج السادس والدها لغايه ما هي بدات اصبحت ملكه. هو توفى وهو يعني في الخمسينات من عمره، هي اصبحت ملكه وهي عندها حاجه 27 سنة. يعني فبيحكي لك حقبه تاريخيه كبيرة ومهمة في تاريخ بريطانيا وفي تاريخ العالم أيضا. صحيح، بالضبط دي حقيقة. يعني مشاهد كتيرة يعني تكلمنا عنها، ولكن برضو هتفضل جنازة تاريخية مهيبة، يمكن يعني مش هتصادف ان احنا هنبقى شفنا زيها قبل كده، وغالبا برضو يعني ما اعتقدش هنشوف زيها بعد كده بنفس المشاهد اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة.